ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بحاجه حلوه يعني للدراري، يعني هم جايين غير قاعدين في الدار ما تلقاوش واش ديروا لهم. اليوم راح نديروا لي مادلين، لي مادلين وشوكولا. مادلين خفاف وساهلين كيف تجوزوا. المقادير نبدا بالمقادير، عندنا 3 بيضات، كاس صغير ربع سكر، نص كاس زيت، 2 مغارف كاكاو، لافاني، وعلبه ياوت ناتور وفرينه. هذا ما كان. نبداو على بركة الله، نبداو على بركة الله. 3 بيضات، زوج، يكون يخرج فيهم فريجيدار يعني، 3 كيما راكم تشوفو هنا، 3 بيضات، نديرو كاس صغير ربع تاع السكر تاعنا هكذا، ونبداو نضربو فيه بالمضرب الكهربائي هذا. نضيفو الزيت بشوية ونضربو، نزيدو نديرو مغرفة باطا ياوت ناتيغ، مغرفة لافاني، وقرصة ملح كيما راكم تشوفو. هكدا نديرو لافاني تاعنا، نديرو قرصة ملح، ونعاودو نزيدو نضربو. تشوفوا بعد ما كلش تخلط دوك نبداو نديرو في النواشف اللي عندنا، اللي هما كاس ونص، كاس اللي كيلنا به المام، كاس كاس ونص فارينه يعني. كما راكم تشوفوا نديرو كاس فارينه، نديرو 2 مغارف كاكاو، نختار البني، هكذا نزيدو باكي خميرة، نزيد معاهم باكي خميرة، هاكا ونزيدو نص كاس واحد اخر باش نخلطو كلش على هاديك، نزيدو كاس ونص،
نص واحد اخر يعني. درنا الكاس الاول مع الكاكاو والخميره، ودوك نزيدو كاس نص كاس الاخير يعني هكذا. هكذا ونخلطوه بالباتر كما راكم تشوفوا. هكذا كما راكم تشوفوا البنات، نضربوهم بالعقل هاكا برك. خلطة خفيفة برك باش يتخلطو برك. هاكا دوك نطموهم قاع بالفوي. هاكا نطموهم البنات، هاكا نطموها قاع بالفوي. هاكا نحبسو الباطا هنا، شوف باش يجي يعني القوام نتاعو يعني يجي كريمي، ما يجي ثقيل ما يجي خفيف هكذا. خلوه يريح معانا واحد 10 دقائق، ومن بعدك نديروه في الكيسات تاعنا. هاد المومو اللي يريح فيه، نتوما راكم شعلتو الكوشة تاعكم على درجة حرارة 160 درجة. هكذا سي بون. هكذا خلوه هنا يريح 10 دقائق. هاد نفس الوقت رانا درنا الكوشة تاعنا تسخن على 160 درجة، ومن بعدك نجو نعمروهم. أنا ولينا البنات بعد ما ريح شوية، ريح معانا واحد 10 دقائق ولا 4 ساعة، ها هو عندنا. دوك نبداو نفرغو المول كيما راكم تشوفوا هاني، وجدت المول تاعي ها هو، درت له الكيسات ها هو، ونبدا نعمر. عمرو بك النص، كوم الكوشة تاعكم كي خليتوه يرتاح حطوها تسخن، ديروها تسخن على 160 درجة. وهنا نبداو نعمرو فيهم بالنص بالنص، باسكو حنا نديرو لهم شويه شيكولا تاع الطلي في الوسط. هكذا كما راكم تشوفوا، هكذا هنا نديرو لها شويه تاع الشيكولا تاع الطالي، كل واحد واش عنده. نديرو غير شويه لداخل هكذا باش كيحلوها لداخل يلقاو شويه شيكولا دايبه. هنا هكذا هكذا كيما راكم تشوفوا درت لهم قاعيتك. دوك نزيد لهم من الفوق، عندك ما تزيدوش بزاف، ما تعمروش حتى الفم باش مع الخميره هذيك هي شويه هكذا يجي تلت اربع زعما هكذا. نسيت باش نهني كاع النساء الجزائر والعالم يعني بعيد المراه، كل عام وحنا بخير.
اللي جاهم هدايا صحتهم، واللي ما جاهمش معليش ان شاء الله العام الجاي. يحب يدير هذيك الشوكولا اليابسه لداخل، يدير مرسوات يقطع دي ترونش عندك، يديرها يدير لها شويه فارينه قبل ما يرميها باش ما تهبطلوش لتحت، سينو يلقاها كاع لتحت. هانا كيما راكم تشوفوا ديروا له هكذا، شوفوا باش يهبط كاع يديك. نجيب البابي نمسح هذيك البلاطو تاعنا باش ما باش ما يحمر يتحرقوليش. هكذا كيما راكم تشوفوا البنات هكذا، ونديروها داخل الكوشه على درجه حراره 180 درجه، ونعاودو نولو ان شاء الله كيطيبو. شوفوا كيفاش طابو معانا وجاو خفاف، و دوك لا ديكو تاعهم ديروا حاجه خفيفه، شوفوا جاو خفاف لا ديكو تاعهم سهله، يعني ما كل واحد واش عنده، اللي يحب يرمد عليهم سكرو كلاص، اللي يحب يرمد عليهم الكاكاو. انا ندير لهم غير شويه تاع الشيكولا، ما عنديش بزاف، ندير غير شويه تاع الشيكولا تاع الطالي هكذا، وندير لهم الفوق لي بيبيتو شوكولا هكذا هكذا، وندير لهم شويه لي بيبيتو شوكولا من الفوق. هكذا شوفوا كيفاش جاو، دوك نكملهم قاعيتيك ونوريهم لكم في صحن التقديم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا البنات ها وجدوا معنا لي مارلين، شوفوا كيفاش جاو، يعني جاو الله يبارك ما شاء الله، جاو هايلين وجاو خفاف. ان شاء الله تجربوهم وتعطوني رايكم، وتزيين اختياري يعني كل واحد واش حاب يديرو، المهم لا باز يعني كي يكونوا خفاف ما يهمكش من الفوق باش تزينيهم. شوفوا كيفاش جاو، نحل لكم وحده باش تشوفوها. شوفوا نحاول فاسيلمون من البابي، شوفوا كيفاش جا، شوفوا كيفاش بداو داخل الشيكولا دابت، وجاو شوفوا كيفاش متقوبين من الداخل، يعني جاو اسفنجيين، يعني جاو قطنيين. الصورة اي باينة ويعبر لكم على مدى الخفة تاعو، شوفوا يعني جا خفيف وجا هايل. ان شاء الله البنات تجربوه وتعطوني رايكم في التعليقات، وما تنساوش لي مازال ما اشتركوش عندي في القناة يشتركوا، وما تنساوش ابوني وجام حتى تشجعوني، وتزيدوا تشجعوني باش نزيد نتحفز ونزيد ندير لكم فيديوهات واحد اخرين. والى ان شاء الله الى وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.